هاي بنات، معاكم غدير سلطان. اليوم راح اسوي لكم ميك اب بهالبلت الجميل، بلت انستازيا الجديد. الالوان كلها ورديات على البنفسجي، الوان وايد حلوه. حبيت الدرجات اللي مختارينها. شوفوا معنا التوتوريال الحين. اول شيء راح استخدم لون لوف اللي هو على الوردي، راح احطه تقريبا على كامل الجفن. راح اختار هذه الدرجه احطها، نقلل من اللون الوردي شوي. راح استخدم هذا اللون. الحين راح استخدم لها رموشي مهلقة. هذه الرموش طريقتها انها تسحب العين حق العينها شوي مدورة، تخليها مسحوبة. هذه الحين تشوفونها. استخدم هالباليت وبهالطريقة الكونتور حق الأماكن اللي ركنت فيها الوجه. طبعاً فرشة قلت لكم إن هذه هي حق استخدمها أكثر شيء حق الكونتور. تدمج لك بطريقة سريعة. نفس الشيء حق البشرة. يعني استخدمتها ثلاث طرق، كفونديشن وبلاشر وكونتور. الحين راح استخدم الكونسيلر نفس البالت اللي استخدمت فيه الكونتور والبلاشر. وهذه الفرشة موجودة مع مجموعة العين. راح استخدم بودرة أوبال تحت العين وبالأماكن اللي تفرز دهون اللي هي منطقة التيزون، بس راح أخذ وأسوي فيه عشان ما تصير وايد. استخدمت بلاشر بس مفتوح. وخلصنا لك العروس. ان شاء الله عجبكم الخطوات، جدا سهلة، وكان مع باليت انستازيا الجديد.